بدأت عجلة العمل في مجلس الأمة بالدوران بوتيرة سريعة، ودخل المجلس إلى مرحلة الإنجاز بعدما بدأت اللجان البرلمانية بدراسة المواضيع المدرجة على جداول أعمالها والقوانين المحالة إليها من قبل المجلس. فقررت لجنة الداخلية والدفاع مناقشة مرسوم الصوت الواحد الأسبوع القادم، فيما ناقشت لجنة الشؤون المالية قانون الشركات، على أن تبدأ اللجان البرلمانية الأخرى مناقشة بقية القوانين التي صدرت بمراسيم ضرورة والتي تمت إحالتها من قبل مجلس الأمة للجان المختصة لكتابة التقارير فيها، وهو إجراء أكد صحته اليوم من الناحيتين القانونية والدستورية رئيسان لمجلس الأمة هما الرئيس السابق جاسم الخرافي والرئيس الحالي علي الراشد، والذي دعا أيضا إلى فتح صفحة جديدة مع كل الفرقاء وإلى الحوار والتعاون لأن الكويت منبر للجميع. بعد التشكيك بعدم دستورية الإجراءات التي اتخذها مجلس الأمة في إحالة مراسيم الضرورة إلى اللجان المختصة فيها، رد رئيس مجلس الأمة علي الراشد على هذه الادعاءات، وأكد دستورية وقانونية الإجراءات التي اتخذها المجلس في إحالة المراسيم، مؤكدا على الالتزام باللائحة في هذا الشأن. هذا إجراء طبيعي، يبدو أن يمكن البعض ما يعني تابع الجلسة ولا شاف أن احنا احلناها إلى اللجان حسب اللائحة. لا تخافون، ما فيها أي شك بهذا الجانب، خلاف وجهات النظر نحترمه، بس أنا أطمنكم المراسيم الإجراءات اللي اتخذت فيها حسب اللائحة والدستور. الموقف نفسه أكده رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي، الذي أشاد بالجهود البارزة لعدد من الوزراء في الحكومة السابقة من بينهم الدكتور فاضل صفر. فاضل رجل أثبت كفاءته وأثبت أمانته وأثبت نظافة اليد واللسان، استراحة محارب، وما راح يكون بعيد عن العمل الوطني. من معرفتي الشخصية في عدنان عبد الصمد أعرف بأن سواء كان في منصب نائب الرئيس أو في منصب رئيس اللجنة أو دون منصب في البرلمان ما يتأخر عن العمل الوطني. الخرافي شدد على أهمية العمل الجماعي في مجلس الأمة، داعيا النواب إلى التعاون مع الحكومة لتحقيق الإنجازات. احرصوا على التعاون فيما بينكم والتنسيق على ما يتعلق بالأعمال المطلوبة منكم. نجاح المجلس سيكون من منطلق نجاح العمل الجماعي.